يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. إنا سمعنا أختنا شيئا عجاب قالوا كلاما لا يسر عن الحجاب قالوا خياما علقت فوق الرقاب نادوا بتحرير الفتاة وألفوا فيه الكتاب رسموا طريقا للتبرج لا يضيعه الشباب قالوا الرشاقة والتطور في غياب يا أختنا أنت العفيفة والمصونة بالحجاب يا أختنا أنت الكريمة والعزيزة بالحجاب يا أختنا إن الطهارة والكرامة بالحجاب يا أختنا هذا كلام الحاقدين من الذئاب يا أختنا هذا نباح لا يؤثر بالسحاب أعداء ديني لا يريدون الحجاب يا أختنا صبرا تذوب ببحره كل الصعاب فالجنة المأوى ويا حسن المآب والنار مثوى الظالمين لهم عقاب.